تقلقوا عليه، بصح لو كان انت تكونسومي بزاف. كانت هذه الحملة التحسيسية التي بادرت بها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى المؤسسات التربوية للحد من خطورة الألعاب النارية والمفرقعات التي يمارسها الأطفال خلال مختلف المواسم الدينية مثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. إحياء المولد النبوي الشريف تم تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق على مستوى إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة بمشاركة فرقة الأحداث، تم من خلالها تحسيس المتمدرسين خاصة على مستوى أطوار المؤسسة التربوية لولاية عنابة بخطورة الألعاب النارية والمفرقعات سواء على صحتهم أو على الاقتصاد للدولة. ما السيدة الناظرة بخوش سارة نيابة عن المديرة بتنوية بيير ماري كيري، نشكر الدرك الوطني على هذا اليوم التحسيسي حول مخاطر استعمال المفرقعات، وبمناسبة المولد النبوي الشريف نهنئ الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية خاصة بحلول مولد نبوي شريف والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. مش غير على المفرقعات، هما الحاجة اللي تضحكوا انتم بزاف، كاينة المخدرات ماهيش حاجة سهلة، كاين ناس يقول لك نورمال عادي ولا أي فترة ولا نقدروا نقضيو عليه، بصح لو كان أنت تكونسومي بزاف احنا واش راح نواجهوا في البلاد. نتائج هذه الحملة نستنتجها من خلال انطباعات هذه الطالبة. شكرا على فرقة الدرك الوطني على هذه النصائح القيمة، ونتمنى ان شاء الله من الشباب انه ينحيوا فكرة المفرقعات في المولد النبوي الشريف، يعني نحتفلوا يعني احتفال بسيط في منازلنا وان شاء الله يعدي المولد النبوي الشريف على الناس كلهم.